من جديد يتراجع الوضع السياسي في ليبيا على وقع تواصل الاشتباكات والقصف المتبادل في العاصمة طرابلس وضواحيها، غير أن التطورات الميدانية لم تعد ذات تأثير كبير مقابل الخطوة الكبيرة التي أقدم عليها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي بانقلابه على اتفاق الاسخيرات الذي يعتبر المرجعية السياسية في البلاد. خطوة حفتر يرى فيها مناصروه بأنه قرار واقع على اعتبار أن الاتفاق السياسي لم يتبقى منه شيء على الأرض، فيما يرى فيها منتقدوه خطوة ستؤدي بالبلاد إلى مزيد من الانهيار والدماء. في المقابل تتوالى ردود الفعل الدولية وفي معظمها رافضة لخطوة المشير حفتر. في العمل بالاتفاق السياسي، إذن انقلب المشير خليفة حفتر وأعلن عن إسقاط الاتفاق السياسي الموقع برعاية دولية بين أطراف الصراع الليبي في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015. ولم يتوقف رفض خطوة حفتر على حكومة الوفاق الوطني فقط، بل سارعت قوى دولية على ذلك وشددت على ضرورة التمسك باتفاق الصخيرات ووضعه كإطار لأي عملية سياسية في ليبيا. تركيا لا تزال تتعهد بالوقوف إلى جانب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وفي السياق اعتبرت الخارجية التركية حفتر بأنه يسعى لإنشاء ديكتاتورية عسكرية. في المقابل اعتبرت فرنسا أن الصراع الليبي لا يمكن أن يحل عبر قرارات منفردة، مشددة على أن الحوار المدعوم من الأمم المتحدة هو الطريق لحل الصراع. روسيا بدورها رفضت بشكل علني خطوة حفتر الهادفة لفرض سيطرته العسكرية على ليبيا، وشددت على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف أنها على اتصال مع أطراف الصراع الليبي من دون استثناء للوصول إلى حل بالسبل السياسية والدبلوماسية. وفي السياق أكدت الجامعة العربية على رفض اللجوء لأي خيار عسكري وعلى ضرورة الالتزام بالحوار السياسي لحل الصراع. وعلى صعيد تداعيات حفتر وإعلانه الانقلابي، كشفت مصادر عن حالة من الارتباك والفوضى عاشها معسكر حفتر خلال الساعات الماضية، في وقت انعكست عليه بيانات العديد من الدول من بينها الداعمة له، ما قد يفتح المجال أمام بدء صفحة جديدة مع حكومة الوفاق الوطني عبر بوابة توسعة الصراع. إذن للمزيد حول التطورات في ليبيا ينضم إلينا من طبرق الكاتب الصحفي عبد العزيز الرواف، وينضم إلينا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي صلاح بكوش. أهلا بكما، سأبدأ معك من طبرق أستاذ عبد العزيز الرواف. ماذا يحقق هذا الانقلاب المشير حفتر، الانقلاب على اتفاق الاسخيرات لعام 2015، وما الذي يسعى إليه المشير؟ بداية عندما يعني تصفون هذا الأمر بالانقلاب علينا لا نصفه نحن، يعني للتوضيح، حكومة الوفاق لا نصفه، أثناء طرفا الوصف الذي يتم تداوله سواء منكم أو من غيركم، وأنتم تناولتوه في التقرير، فلذلك أنا أخاطبكم أنتم كما وصف أو سمي بالانقلاب. جهة أخرى سأخاطبهم بنفس الأمر. على العموم تفضل. ليس الذبال هذا، وأنت ماذا تصفه، ماذا تسميه؟ سأقول لك ما أصفه. هذا تفويض من الشعب الليبي، الشعب الليبي الذي تسيطر قواته المسلحة على أكثر من 85% من الأراضي الليبية، ما عدا ثلاث بقع على الخريطة موجودة في الزاوية وموجودة في طرابلس وموجودة في مصراتة. إذا ناقص الشرعية، ناقص التفويض إذا بذلك. التفويض من الشعب الليبي، الشعب الليبي يا سيدي الكريم يتكون من قبائل، وأي شخص يقول لك أنا لا أؤمن بالقبيلة أو لا توجد عندي قبيلة، إذا هو هناك، إذا أنت لغيت العملية الديمقراطية ولغيت الانتخابات وصندوق الاقتراع. أنا لم ألغيها، لقد ألغاها اتفاق الصخيرات، كان هناك برلمان وحكومة منتخبة من هذا البرلمان، أين ذهبت؟ العالم شرعا حكومة الغويل في فترة معينة، وهذا والغويل هذا قيادي في المقاتلة الليبية، فهل يعقل أن يقال لأمريكا خاطبي أسامة بن لادن أو الظواهري؟ لماذا قتلوهم؟ هذا جانب. أيضا اتفاق الصخيرات يا سيدي الكريم
قال مدة الحكومة سنة قابلة للتمديد سنة أخرى، وهذا الكلام في عام 2014 ونحن في عام 2020. إذن سقطت بنص اتفاق الصخيرات. نص اتفاق الصخيرات يقول بأن المجلس الرئاسي يتكون من 9 رؤوس، أي 9 أعضاء، عليهم اتخاذ قراراتهم مجتمعة، ولا يحق للسراج أو لغيره أن يتخذ قرارا منفردا. هؤلاء 9 لم يعد موجود منهم أحد سوى عضو أو عضوين. إذن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق سقطت منطقيا بحكم ما جاءت به من مؤتمر الصخيرات. الشيء الآخر، العالم الذي قال للشعب الليبي انقلبوا على حكم القذافي الدكتاتوري، الشعب الليبي اختار المؤتمر الوطني ثم ذهب لانتخابات البرلمان. لماذا انفصلت هذه المجموعة ولم تمارس حقها الديمقراطي؟ هل الديمقراطية تفصل على مزاج بعض الدول أو مزاج بعض الجماعات في ليبيا أو في غيرها؟ الديمقراطية شيء واحد لا تتجزأ يا سيدي الكريم. هناك برلمان انتخب وهناك حكومة موازية اعترف بها، وهذا هو الذي يجب أن يفهمه العالم. لذلك الديمقراطية لم نسقطها نحن، بل أسقطها المجتمع الدولي حين أفرز لنا حكومة قال يجب أن تأخذ الشرعية أو تأخذ الاحتراف من مجلس النواب، وهذا لم يحدث. ثم قال هي من 9 رؤوس ولم يعد. طيب أوضحت ذلك. طيب دعني أستمع إلى وجهة النظر. لا لحظة حتى أكمل هذه الجزئية، بس ثواني. تفضل باختصار. الميليشيات عندما يقال أن حفتر انقلب، الميليشيات كل يوم تنقلب 10 مرات على السراج، دخلت عليه ووضعته في حمام مجلسه، دخلت على وزرائه وتضع في أيديهم إطلاقات الرصاص، فماذا تسمون هذا؟ إذا طيب. كان هذا انقلاب للجيش الوطني وذلك قتل من قبل الميليشيات وتهديد طيب. من قبل الميليشيات. طيب. نعم. طب دعني أستمع. هذا هو الوجود على أرض الواقع. طيب أستاذ صلاح بكوش، كيف ترد على كل ذلك؟ لم يتبقى من اتفاق الصخيرات شيء حتى يجري الدفاع عنه. أولا أنا لا أريد أن أدخل في نقاش يتحدث عن إدخال رئيس وزراء في الحمام أو في غرفة المعيشة، ولكن دعني أقول أولا عندما يتحدث ضيفك الكريم عن أن حفتر يسيطر على 85% ما عدا الزاوية ومصراتة وطرابلس، الجيش المصري الذي لديه 1,000,000 رجل و4,000 دبابة و2,000 طائرة لا زال يتعامل مع مجموعة من المتطرفين في شمال سيناء. سيناء بالكامل 70,000 كيلومتر مربع، ولاية فزان إقليم فزان فقط 500,000 كيلومتر مربع، فكيف نقول أن حفتر يسيطر على 85%؟ أيضا المدن التي ذكرها ضيفك وهي ليست تحت سيطرة حفتر والكثير من المدن الأخرى، هذه تحتوي على أكثر من 65% من الشعب الليبي، هذه للتوضيح فقط. أما بخصوص أن الاتفاق السياسي فيه خلل وما فيه، الاتفاق السياسي أنا كنت أحد المفاوضين في الصخيرات على الاتفاق السياسي واشتركت في صياغة العديد من مواده. الاتفاق السياسي فيه خلل وخلل كبير ويحتاج إلى إصلاح، ولكن الاتفاق السياسي يقول أن إصلاح ذلك منوط بمجلس النواب في طبرق ومجلس الدولة في طرابلس وليس خليفة حفتر. خليفة حفتر عسكري عينه رئيس مجلس النواب بصفته القائد الأعلى ورئيس. أستاذ عبد العزيز دعه يكمل أرجوك. أستاذ عبد العزيز يعني أخذت وقتك في التوضيح، دع الأستاذ صلاح يتحدث أرجوك. سأعطيك الحق للتوضيح، سأعود إليك، سأعود إليك لو سمحت. دعني أقول، يعني أنتم شاهدتم على شاشات التلفزيون وفي اليوتيوب كيف أن السيد حفتر يذهب إلى اجتماعات في باريس 1 وباريس 2 وباليرمو وأبو ظبي وبرلين بوفد مستقل، ويجلس إلى جانب رئيسه بوفد مستقل، ماذا تسمي ذلك؟ أيضا حفتر منذ تعيينه قائدا عاما من قبل القائد الأعلى السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب
لم يمثل أمام مجلس النواب مرة واحدة فقط، وشن حربا في بنغازي، وشن حربا في درنة، وشن حربا في الجنوب، وشن حربا على طرابلس، ولم يتقدم أمام مجلس النواب لسؤاله لإيضاح ما الذي يحدث. أيضا تستطيع أن تذهب إلى يوتيوب وتلاحظ أن السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب القائد الأعلى ورئيس الدولة حسب التفويض الذي أعطاه له مجلس النواب يذهب إلى سكنة خليفة حفتر ليجتمع به، رئيس الوزراء المؤقت السيد الثني يذهب إلى الرجمة سكنة خليفة حفتر ليجتمع به. فالقضية الآن أن هذا الانقلاب أو التفويض الوهمي لا يضيف شيئا عمليا لسلطات خليفة حفتر، فهو يتحكم في الشرق تماما وفي مجلس النواب وفي مجلس الوزراء. لحظة ثانية كمل الفكرة هذه. كمل. وفي مجلس النواب وفي الحكومة الموازية والبنك الموازي والمؤسسة النفط الموازية، مما يدعو إلى القول بأن الهدف خليفة حفتر هو التحول من عرقلة أي اتفاق سياسي عن طريق استخدام القوة العسكرية، تحول إلى محاولة كسب موقع جديد في أي مفاوضات مقبلة. هذا كل شيء بخصوص هذا التفويض الوهمي. طيب أستاذ عبد العزيز الرواف، يعني يبدو لي من حديث صلاح بكوش بأن أعطيه لصالح رئيس مجلس النواب صبرو كان مجرد أداة بيد المشير خليفة حفتر لكسب الشرعية، وهو اليوم ينصب نفسه حاكما لليبيا بعد سلسلة هزائم متكررة ودون شرعية داخلية كما قال صلاح بكوش، تفويض فهوي وهمي ودون شرعية دولية. أولا عندما تتحدث يعني بلغة أو بمفردات عامة أنت تحتاج إلى أدلة. يعني هو قال أن السيد عقيلة يذهب إلى المشير في الرجمة ويجتمع معه، ورئيس الحكومة يذهب ويجتمع معه، أيضا السراج يذهب إلى الميليشيات ويجتمع معهم، فالأمر يختلف بكل تأكيد. هذا قائد عام للجيش الليبي ومشرعا من مجلس النواب وله قيمة على الأرض، وهناك فرق بين الجماعات التي تنتشر في طرابلس مثل البقرة والحنكورة وأبو عبيدة الزاوي وكل مجموعات المقاتلة والقاعدة والدواعش، والذي لا يستطيع ضيفك الكريم أو غيره أن يتحدث عنهم أو يقول لهم كفوا عن أيديكم عن طرابلس. ماذا فعل السراج حيال هذه النقاط؟ هذا جانب. أما قوله التفويض وهمي، فأنا قلت لك ملاحظة بأن ليبيا تتحكم فيها القبيلة، والقبيلة عندما تتخذ قرارا يتبعها الجميع، جميع قبائل ليبيا الكبرى. ترهون أكبر قبيلة في الغرب، بن وليد أكبر قبيلة بمكوناتها أكبر قبيلة في الغرب، قبائل العبيدات والمرابطين والأشراف في الجنوب، هؤلاء جميعا مع الجيش ومع تفويض الجيش، هؤلاء يكونون حوالي، إذا قلنا لا شيء يعني عدد قليل من الشعب الليبي يكونون 4 مليون. هو قال المدن التي ذكرتها أنا في الجزء الأول من مداخلتي بأنها تكون 65%، ليبيا 6 مليون، برقة فيها 2 مليون، فزان فيها حوالي 1.5 مليون، الجنوب الغربي من ليبيا يكون حوالي 0.5 مليون، بن وليد مع ترهونة تكون حوالي 0.25 مليون، فمن أين جاء 65% التي يتحدث عنها؟ أيضا من ضمن الهروب إلى الخلف وليس إلى الأمام يقولون بأن حفتر لم يدخل طرابلس، بينما من جانب آخر يقولون أن طرابلس أكبر مساحة في ليبيا وتتكون من 2 مليون. لكن الحقيقة أنه لم يستطع دخول طرابلس، لم يستطع دخول طرابلس في نهاية المطاف. طيب إذن يا سيدي، أي عاصمة تتكون من أحياء؟ طرابلس يقولون أنها 2 مليون، دعنا نتفق أنها 2 مليون. 2 مليون هل يتمركزون في المدينة القديمة؟ هل يتمركزون في شارع الشرق؟
هل يتمركزون في حاجه؟ دعني اطرح هذا السؤال استاذ صلاح. طيب افضى الوقت يداهمنا ارجوك، يعني يجب ان اكون يعني اعطي مساحه لكم استاذ صلاح بكوش. يعني خيارات طرابلس اليوم ارجوك، خيارات طرابلس استاذ صلاح بكوش اليوم وحكومه الوفاق، وهناك ردود فعل دوليه يعني تدير ما حصل لكنها تبقى دون المأمول، يعني ردود فعل خجوله حتى الان باختصار ارجوك. باختصار بس لا استطيع ان افوق وتدي فرصه للتعليق على قصه القبائل في ليبيا. القبائل في ليبيا ليست القبائل في الاردن. القبائل في ليبيا ضربت بالفتح الاسلامي وضربت بالاستعمار بالدخول للدوله العثمانيه والاستعمار الايطالي والمملكه الليبيه ونظام معمر القذافي. عندما انقلب معمر القذافي على السيد ادريس السنوسي ملك ليبيا الذي كانت تدين له قبائل برقة بالولاء. استاذ عبد العزيز ارجوك لم يقاطعك، ارجوك يا استاذ عبد العزيز. استاذ عبد العزيز صلاح بكوش ارجوك ان تكمل. استاذ عبد العزيز ارجوك يعني ان تلزم الصمت. انا اعتقد ان الخيارات امام طرابلس هي ان هذا الرجل اثبت على مدى 5 سنوات على الاقل ازدراءه الكامل للعمليه السياسيه كهي عاده العسكريون العرب متاع الخمسينات والستينات. ازدراء كامل للعملية السياسية، يعني هجم على طرابلس وكنا على بعد 10 أيام من الملتقى الوطني الجامع الذي ترتب له الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة. يعني باختصار أريد كلمة واحدة باختصار، لن يستطيع أستاذ صلاح لن يستطيع إسقاط اتفاق الصخيرات من وجهة نظرك؟ لا يستطيع اسقاطه. وانتم لاحظتم من طيب انا اشكرك صلاح بكوش الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول ومن طبرق. اشكر الاستاذ الكاتب الصحفي عبد العزيز الرواب، شكرا جزيلا لكم. سنتحدث في مواضيع لاحقه في الايام المقبله، ساعطيكم مساحه اكبر ان شاء الله. شكرا لكما.